وعود ترنيمي وعود للرب المعبود برفع صلاة وتسبيح حمد وسجود ترنيمي وعود لإلهي الجود بطلب ملك المسيح على حياتي سود من فيض القلب عرفان وحب ترنيمي جديدة برنم للرب وغني لسيدي لحني وأناشيدي ورنم لإلهي ما دمت موجود ترنيمي وعود ترنيمي وعود ترنيمي وعود ترنيمي وعود باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أعزائي المشاهدين برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم ترنيمي وعود. ترنيمتنا لليوم اسمها سر الكون وهالترنيمة من ألحان وكلمات الأخ فيكتور مسيح. وأخوي فيكتور مسيح هو من مؤسسين لفرقة الشموع ومن الأشخاص اللي كانوا سبب بركة وما زالوا في حياتي سبب تشجيع ومثل حلو للمؤمن مثل حلو ليسوع اللي بتعمل بشجع أخواته وبيفتح أبواب. أنا ما كنت أعرف كتير بالترنيم فتح لي مجاله وفهمت منه بالضبط كيف فكرة الترنيم ومفاهيم كتير في العبادة والتسبيح. عشان أشجعك وأشجعك اليوم لو شايف قدامك حد محتاج إنه يتشجع من فضلك يسوع مشجع. يسوع دايما في كل حياته كان عايش يشجع الناس ويقيم الساقطين وهذا واجبي أنا واجبكم اليوم إنه لما تشوف حد محتاج مد إيدك وارفع وساعد وافتح مجال لأخوك أو أختك الصغير يرنم معك بعدين يرنم قدامك بعدين يقود عنك. يعني مراحل زي ما الرب فتح لك أبواب افتح أبواب لغيرك. وأنا بكلم نفسي أولا كم أنا محتاج إني أتعلم أكون بهالطريقة أكون مثل يسوع دايما مشجع ودايما داعم ودايما أتواضع وأعرف أنه أنا ما عنديش شيء مني أمسك فيه وأمنعه عن غيري. لا بالعكس طالما هو معطي البركة ومعطي النعمة للكل افتح مجال لغيرك يظهر ما صنع الله في حياته أيضا. سر الكون ترنيمة سجود لله العظيم الله الواحد الذي لا شريك له اللي احنا بنعبده ومن مجده بكل ترنيمنا هو محور ترنيمنا. هذا الإله العظيم زادت عظمته في حبه لما ظهر إلنا. الكتاب المقدس بيسميه الله محبة وهذا الله المحب تنازل وكلمته أخذت صورة جسد عشان تفديني وعشان تفديك. فما إلك تلقائيا إلا تمجده وتسبحه وتعلن اسمه عاليا وتشهد عنه في أي مكان بتكون فيه. وهي الترنيمة سر الكون ترنيمة شهادة ترنيمة شكر ترنيمة تعظيم. أشكرك يا من أحببتني يا من أنت سر هذا الكون والسر الأعظم في محبتك لي أنا أحد الكائنات في هذا الكون اللي ميزني وخصصني في محبتك. لك المجد لك السجود لك العبادة يا سر الكون. تعالوا نسمع الترنيمة مع بعض. ترنيمة وعود أسجد لك ربي يا سر الكون أهتف
وأغني لجلالك. أنا بيك فرحان، أنا بيك شبعان، أسجد لك ربي يا سر الكون، أسجد لك ربي يا سر الكون. أهتف وأغني لجلالك، أنا بيك فرحان، أنا بيك شبعان، أسجد لك ربي يا سر الكون. أهتف لك ربي يا سر الكون، نفخة من فمك خلقتني، كونت الكون بيكون فيكون، وأرضي خيرها مشبعني، أنهار وجبال وسهول وتلال، أبدعت طبيعة تخدمني. أسجد لك ربي يا سر الكون، أسجد لك ربي يا سر الكون. أهتف وأغني لجلالك، أنا بيك فرحان، أنا بيك شبعان، أسجد لك ربي يا سر الكون. حبيتني وحبك صار لي خلاص، من نار أوصافها بترعبني، جد دقت الموت وشربت الكاس، وبالدم الغالي فادتني، وغلبت الموت وديتني حياة، وإيديك الطهرة حضنتني. أسجد لك ربي يا سر الكون، أسجد لك ربي يا سر الكون. أهتف وأغني لجلالك، أنا بيك فرحان، أنا بيك شبعان، أسجد لك ربي يا سر الكون. جددت العهد اديتني وعود، ووعودك صدقة دي مش أوهام، هغلب إبليس وعليه رح أسود، وهعيش في النصرة طول الأيام، وسنين العتمة دي مش هتعود، نورك في سبيلي بيرشدني. أسجد لك ربي يا سر الكون، أسجد لك ربي يا سر الكون. أهتف وأغني لجلالك، أنا بيك فرحان، أنا بيك شبعان، أسجد لك ربي يا سر الكون، أسجد لك ربي يا سر الكون، أسجد لك ربي يا سر الكون. زي ما لاحظتوا، أسجد لك ربي يا سر الكون مكتوبي على مقام الرصد. أنا اخترت درجة الري أو الدي، اختيار المقام هو اختيار المؤلف للترنيمة، فما بقدرش إذا الترنيمة معمولة على مقام الرصد أقول لا أنا حابب أرنم الترنيمة على مقام بياتي، بيكون المعنى غلط، كأني بقول بدي أخلق لحن جديد للترنيمة. لكن في حالة أني أخذت ترنيمة مكتوبة، هو المقام ثابت لا يتغير، الطبقة اللي عليها المقام الكي أو التونيك أو الون هو اللي بيتغير، الكيت بتاع الترنيمة. مثلا
رصد اخترت انا رصد الري. بسجد لك ربي يا سر الكون. لو انا اخترت رصد الدو. بسجد لك ربي يا سر الكون. طبقة بتصير أوطى طبعا هي حسب بتناسب أو ما بتناسب الصوت. ممكن دون درجة الفا مثلا. أسجد لك ربي يا سر الكون. حبيتني وحبك صار لي خلاص. أعلى درجة بالترنيمة لقيت إنه درجة الري بتناسب. فبتاخد الترنيمة بتشوف أي أوطى درجة بالترنيمة أوطى نوتي وأعلى نوتي. هذا بيسموه الرينج بتاع الترنيمة أو مدى الترنيمة. فبتختار طبقة، بتختاري طبقة مناسبة اللي بتغطي طبعا مقدرة الصوتية للإنسان وجمال الجماليات الصوتية بتبين في مكان معين بالصوت. بتصير تعرف مع المدة شو بناسب صوتك. لما تاخد طبقة عالية لما تضطر بتاخد بتدرب نفسك على نوتات عالية ونوتات واطية. لكن انت بتحاول تختار الترنيمة بطبقة معتدلة للصوت بتغطي العالي منها والواطي منها بارتياح. وهذا اللي بيحدد طبقة الترنيمة المستعملة لما ترنم أو حتى تألف ترنيم. قبل ما أودعكم نسمع تقسيمة عود مع بعض على مقام الرصد. بصلي إنه سر الكون هذا الإله العظيم يكون دائما مالي حياتكم بخيره وجوده، والأهم نكون دائما إحنا عايشين له، ممجدين اسمه، مسبحين، هاتفين، مرنمين لهذا الإله العظيم المستحق كل المجد والكرامة والسجود له كل المجد. آمين. ترنيمة وعود.